السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترند جديد في عالم التكنولوجيا في مصر، أبل باي تم تفعيلها في مصر أخيرا. واللي ما يعرفش أبل باي دي بتكون خاصية أو تطبيق موجود على التليفونات الآيفون أو الأبل. طبعا أنت لو معاك آيفون أو مش معاك ممكن تتابع الفيديو ده بحيث أنك تعرف شركة أبل بتفكر إزاي وإزاي تقدر تريح العميل بتاعها. كل ده هنعرفه بالتفصيل وأكتر إن شاء الله، لكن بعد الفاصل. أبل باي دي خاصية جميلة جدا، يعني مثلا انت بتربط الفيزا بتاعتك بالتليفون وعلى طول لما بتيجي تروح عندك عند اي هايبر او ماير ماركت او اي مكان في وسيلة الدفع زي فوري او اي نظام تاني، انت بس مجرد ما بتيجي تقرب التليفون بتاعك على جهاز الدفع على طول بيتم دفع الفاتورة بتاعتك وبشكل تلقائي وبيتخصم من الفيزا بتاعتك، وكل ده بيتم عن طريق خاصية في التليفون اسمها خاصية الـ NFC. كل ده هنعرفها بالتفصيل، وازاي تقدر تربط الفيزا بتاعتك بالتليفون بتاعنا احنا، وازاي نعرف ان التليفونات بتدعم خاصية الـ NFC. طبعا علشان خاصية التلامس دي بتبقى موجودة في هواتف الابل وكمان موجودة في هواتف سامسونج او التليفونات اللي هي العالية. فدلوقتي لما تيجي تروح عندك على الاعدادات بالشكل ده كده وبتنزل تحت كده شوية بتدور على حاجة اسمها محفظة ابل باي، كل عليك بس بتروح عندك على حاجة اسمها اضافة بطاقة، ومن هنا بتبدأ تضيف الفيزا بتاعتك واللي تم اتاحتها في مصر زي فيزا او ماستر كارد او حتى كمان فيزا ميزا. زي ما انت شايف كده دي فيزة البريد المصري بتاعنا، وكمان دي فيزة ماستر كارد للعملاء، وعندي كمان فيزا ميزا تقدر تربطها كمان بالتليفون عادي جدا. فانت كل عليك بتجيب الفيزا بتاعتك، دلوقتي انا معايا الفيزا تمام، وهبدأ اضيفها عندي في التليفون معاكم، بس نعمل بلور علشان الخصوصية وعشان كمان اليوتيوب. فدلوقتي بتضغط عندك على كلمة متابعة وبتبدأ تعمل اسكان زي ما انت شايف كده للأرقام اللي مكتوبة، وبشكل تلقائي هتكون اتكتبت عندك. وبعد كده بتضغط عندك على كلمة التالي، بيطلب منك تاريخ الصلاحية اللي موجود في البطاقة وكمان CVV اللي هو رمز الأمان اللي موجود ظهر البطاقة. وبمجرد ما بتدخل التفاصيل دي كلها بتضغط عندك على كلمة تم، وعلى طول بيتم إضافة الكارت بتاعك زي ما انت شايف قدامك كده، وتم إضافة الكارت بنجاح. ودلوقتي لما تيجي تروح لأي فرع أو أي مكان خاص بفيك وسيلة الدفع، انت اشتريت حاجات كتيرة مثلا من السوبر ماركت ومع وسيلة الدفع اللي هي الـ NFC، سواء كانت فوري سواء كان أمان أي وسيلة دفع هنا في مصر، مجرد بس ما بتيجي تخلي الجهاز يلمس التليفون بتاعك بيتم عملية الدفع وبيتخصم المبلغ بالظبط، وبيظهر لك كمان الرصيد موجود في الأبل باي أو محفظة الأبل باي. كل ده امان جدا جدا وبيتم عن طريق بصمة الوجه، يعني لما تيجي تعمل عملية دفع بيطلب منك بصمة الوجه او حتى كمان بصمة الاصبع او حتى كمان رمز البي اي ان الخاص بالتليفون بتاعك. فالخاصية دي امان جدا وكويسة جدا، ودي كانت بتفكر فيه شركة ابل، وطبعا الخاصية دي موجودة برة من زمان، لكن الخاصية دي تم تفعيلها في مصر الكلام ده امبارح، وانا بشرح لك بالتفصيل الفيديو ده. طيب ايه هي البنوك اللي تقدر تدعم خاصية الابل باي؟ عندك بنك مصر، بنك الاهلي، بنك اسكندريه، بنك القاهره، بنك CIB، البنوك دي كلها بتدعم خاصيه الابل باي. فانت لو معك اي فيزا من البنوك دي كلها تقدر تربطها بتاع دلوقتي مع ابل باي في التطبيق اللي موجود في التليفون بتاعك. كده انا الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. يا ريت ما تنساش دعمي بلايك وسبسكرايب للقناه، ولو احتجت اي حاجه تتواصل معايا في التعليقات وانا ارد عليك ان شاء الله. ودمتم بخير ومع السلامه.